النساء اللي عندهم بودي تايب ميزومورف يعني عندهم جسم اتلتيك سمول فريم بذات الوقت بيقدروا ياخذوا ماسلز بشكل سريع لازم يتبعوا الكميه التاليه من البروتين كاربز وفات. عم نحكي عن كف ايد من اللحم الدجاج سمك 1 كوب من الكربوهيدرات واصبع واحد من الدهون. هن تقريبا في بالانس بين الكاربز والبروتين والفات باكلهم.